سؤال، اقتراح أو أغنية بتحبوا تسمعوها، اتصلوا بسوزان 8120 1010 8120 1010 SMS 191918، وبلشوا الاسماس بكلمة tomorrow number 2 MORO، إيميل susan@sautalghad.com.au. لبنان الذي أصبح له أشهر طويلة دون رئيس على ما يبدو تعود السياسيون على ذلك، وهنا كارثة. وبينما بدأ الهدوء في الشمال، نفذت إسرائيل عملية في القنيطرة أسفرت عن مقتل 6 من عناصر حزب الله، فتساءل المواطنون كيف سيكون رد حزب الله ومتى وكيف، وهل نستعد إلى حرب شبيهة بحرب تموز؟ سياسيا، هل هذه العملية رد على خطاب الأمين العام للحزب مؤخرا؟ على الخط معي سعادة النائب إميل رحمي. صباح النور من سيدني، ومساء النور لحضرتك سعادة النائب. مساء النور سعادة النائب. مثل ما سمعنا، هل يا ترى تعودنا اليوم أنه ما يكون في عنا رئيس في لبنان؟ لا، هذه ما مستعدين نتعود عليها، ولكن المسار اللبناني اللي بيعرفه مظبوط كمان بيرفض اللبناني الصميم انه يتعود يكون لبنان عطول بده رئيس تسووي، ولا دولة بالعالم تأتي برئيس تسووي. هل تعرفين رئيس حكومة بريطانيا تسويا او زعيم الحزب الذي أخذ فوق 51%؟ طبعاً. هل تعرف ولا مطرح؟ لذلك هودي 30 سنة 25 سنة اللي نحنا عم نضطر نروح دايماً لرئيس تسووي. بتعرفي شو معنات بلبنان رئيس تسووي؟ رئيس تسووي يعني عنده من الرأيين، يعني هو منفصم الشخصية لا سمح الله، عنده انفصام بالشخصية، لأنه يعطي اليوم لهذا الفريق وغدا لذاك الفريق. فإذا صار في نوع من اجتماع، بعض الاجتماعات في بكركي للخروج من هذه الحالة، لم نستطع حتى الساعة، وما تستهونيها حقيقة، يحق للرأي العام أن يقول كلاما من النوع التي سألتيني إياه الآن، ولكن الموضوع صعب لهذه الدرجة، وآن الأوان لكي من يتعاطى بالسياسة، من يمثل على الأرض شعبية معينة، من هو صاحب كتلة كبيرة داخل مجلس النواب، أن يكون أن تكون إمكانية وصوله إلى قصر بعبدة كبيرة جدا، مش معدومة ومستحيلة. وإلا صار كل واحد بده يعمل رئيس بلبنان ما بيتعاطى سياسي، بيقعد عند أمه وبيه، وبس نختلف ببعضنا منعيط له ليحمل رئيس. ولكن سعادة النائب، ولكن سعادة النائب، اليوم حضرتك قلت سابقا انه بلبنان صرنا 30 سنة على هذا المنوال، واليوم صار لازم نلاقي حل. بس كمان مش بس عم نحكي عن تسوي، يعني في دول اخرى كمان عم بتأثر على هذا الموضوع، يعني تدخل دول تجاه الموضوع الرئاسي اللبناني. وحكيت كمان عن اقوى كتلة، هلا تكتل التغيير والاصلاح في عنا مرشح، وكمان في عنا مرشح ل 14 أذار. بنفس الوقت في حوار اليوم سيتم بين التيار الوطني الحر وقوات اللبنانية، هل صار في كلام بهالصدد الموضوع الرئاسي؟ رح توصلوا لاتفاق مع بعض على موضوع الرئاسي؟ هذا الملف مني مطلع علي، مني كتير متابعه. هو بيعمل كتير منيح على المستوى، بعتذر على التسمية، على المستوى المسيحي وتحديدا الوطني، ولكن موضوع الرئاسة هو اللغم تبع هذا الاتفاق. يعني اللي بيخوف انه ممكن يتم التفاهم بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية على كثير من النقاط، وما بدي اقول من الصعب، وفي علامة استفهام كبيرة انه يتفقوا على الرئاسة.
نعم سعادة النائب، بدي ارجع لمواضيع اخرى كمان اليوم. نعم. بتعتبر مواضيع الساعة، بعرف وقتك قد ضيق، ولكن بالنسبة للعملية اللي حصلت بالقنيطرة توقيتها اليوم، هل هذه العملية ممكن تؤدي اليوم تساؤلات عند الشعب اللبناني في الخارج؟ هل يا ترى هذا الأمر سيؤدي إلى حرب شبيهة بحرب تموز؟ لأنه حزب الله ممكن يرد، أي متى ممكن يرد وكيف ممكن يرد على هذه العملية؟ صعب كتير حدا يجاوبك ومنه ميداني. يعني أنا نائب تشريعي وحليف لحزب الله، ولكن لا أعرف أكيد الرد حتمي. يعني أنا بقول أنه في رد، لأنه التعدي أتى من إسرائيل. يعني ما بيقدر الإسرائيلي يقول شو عم يعمل هذا اللبناني بسوريا. كيف يعني شو عم يعمل بسوريا؟ حر بده يروح على سوريا، مش عم يعمل شيء. يعني حر، هذه دول شقيقة، دول صديقة. ما بيقدر يسأل اللبناني، إذا بيقدر يقول أنه كان بعيد 6 كيلومتر الموكب اللي كان موجود واللي استهدفته الطائرات الإسرائيلية. هذا تعد إرهابي صارخ من قبل الإسرائيليين على موكب للمقاومة اللبنانية وللعميد الإيراني. أكيد في رد، ولكن لا أعرف التوقيت بتكون بإيد المقاومة. هلأ سألتيني إذا بيصير في حرب تانية على لبنان. هلأ الساحة القتالية توسعت، ما بعرف إذا مش بالجولان، يعني توسعت الساحة، بطلت الساحة جنوبية فقط، صارت جنوبية وصولا إلى الجولان، إلى هضبات الجولان، إلى القنيطرة. وخاصة أنه هونيك في التكفيريين عم بيمارسوا، وبتعرفي الحرب أسقطت الحدود سيدتي. نعم. يعني هذا الكلام أنه ليش واحد مش بلبنان وليش مش بسوريا، أسقطت الحدود، ما بقى في حدود، لأنه الخطر الآتي ما لا يحترم الحدود. يعني مثلا التكفيريين ما لا يعترفون بالحدود حتى، بيعتبروا كل الأرض مباحة لهم. مشان هيك صار في قواعد لعبة جديدة، وأنا برأيي توسعت رقعة الصراع ما بين محور المقاومة والممانعة وإسرائيل من جهة والتكفيريين من جهة أخرى. نعم. توسعت، يعني ما بقى نقدر نقول عم بيصير هالشي بلبنان أو بسوريا أو بالعراق أو بفلسطين المحتلة، لا، توسعت، يعني دخلت ببعضها، صار في محورين يتقاتلان، وإسرائيل بتبيني إن داعمة لبعض حركات التكفيرية. نعم. ويلي نتنياهو راعى فرنسا ليمشي بمظاهرة ضد هذه الحركات التكفيرية، يلي أغلبية جرحاها بيتطببوا بالمستشفيات الإسرائيلية. نعم. ولكن سعادة النائب، بدنا ناخذ بعين الاعتبار أنه حزب الله موجود في لبنان، صحيح أنه يحارب في سوريا لكنه موجود كمان في لبنان. العملية صحيح صارت بالقنيطرة، إنما هو موجود في لبنان، وفي حال رد صحيح. لبنان هو اللي رح يتأثر، الجنوب اللبناني هو اللي رح يتأثر. صحيح. شو بتريدي؟ شو يعني هو؟ يعني بالنهاية اليوم هذا الأمر، يعني في حال رد ممكن يؤدي لحرب. اليوم حتى الوزير المشموط من معراب قال أنه نسعى ألا يرد حزب الله على عملية القنيطرة، يعني في مخاوف على لبنان. مين قال هيك؟ نسعى ألا يرد منه؟ المشنوق، الوزير المشنوق. إيه أوكي، هني عم يتحاوروا مع بعضهم وبيحكوا مع بعضهم، بس أنا برأيي في رد حتمي على هذا الاعتداء الإرهابي. إلى أي مدى؟ في رد. نعم. وممكن تتعرض المنطقة الحدودية، إن كان في الجنوب اللبناني أم في الأراضي السورية، ما بقدر كتير نقول إلى حرب، بس إلى بداية سخونة بين الطرفين. سعادة النائب، هل يا ترى ما حصل في القنيطرة سيؤثر على الحوار ما بين المستقبل وحزب الله؟ لا، ما بعتقد. ليش حزب الله ضد إسرائيل والمستقبل ضد إسرائيل؟ لا، هذا السؤال مش حلو بحق المستقبل، ما بقبله أنا كلبناني. لا ما بيأثر، أكيد ما رح يأثر، ما اتنيناتهم ضد إسرائيل. هذا السؤال بيزعج تيار المستقبل برأيي. يعني لو أنا بتيار المستقبل هلأ كنت رفضت السؤال، بس أنا
صديق ولو كنا في خصومة سياسية. هذا سؤال يزعج تيار المستقبل. لا أكيد ما بيأثر. برأيك أنه هذا الحوار اللي شفنا له إيجابيات مؤخرا سعادة النائب، هل ممكن أنه يؤدي إلى انتخاب رئيس، يؤدي إلى اتفاقات معينة؟ إلى أي مدى بتشوف حوار الحوار المستقبل؟ نعم، حوار المستقبل حزب الله. الرئاسة، دولة الرئيس سعد الحريري قال عند المسيحيين، والسيد حسن نصر الله قال عند المسيحيين، اللي بيقرب انتخابات رئاسية في لبنان هو التفاهم الماروني الماروني، ومعه حق دولة الرئيس بري عندما قال هكذا. هلأ فلنتفق نحن الموارنة على على فلنتفق على على شخ على فورميول معينه، يعني على على بروسيدور معينه برايي ما بيعارضوا الباقي. اكيد بدنا نقول لهم وهذا منصب وطني وبدنا نتفاهم، يمكن نتفاهم مثلا ينعمل معركه بين اثنين يتفقوا على اسمين واللي بيربح بيمشي الحال، يمكن يتفاهموا على شخص، لانه بلبنان صرنا أغلبية أيامنا عم نتفق على شخص واحد، والنواب نحن مننزل منصوت للاتفاق مش منصوت، لأنه لأنه الانتخاب بده اثنين عم يتخاصموا. لحد هلأ بعد ما عملناها يمكن يتفقوا على أنه تنخاض معركة بين شخصيتين سياسيتين مارونيتين، واللي بيربح بيهنوا الآخرين. سعادة النائب، من خلال قراءتك وحضرتك مخضرم في المجال السياسي، هل ترى أنه في العام 2015 سيكون لنا رئيس جديد في لبنان؟ بكل صراحة، مع كل المعطيات اللي عم نشوفها والتسوية اللي حكيت عنها والتدخل الخارجي والوضع اللي عم نعيشه اليوم المتأزم. ليكي فيني أقول لك شغلي ستنا، تفتل. أكيد العنصر المحلي اليوم بالرئاسة كتير كبير، اوعى تضحكي على هالموضوع، أكبر من العنصر الخارجي بعكس المرات الماضية كتير كتير كتير. يعني الموقع اللي بيسهل الرئاسة هو محلي، هو محلي، وما هو مستعصن بموضوع الرئاسة اللي قلت لك عنه بأول سؤال. يعني نحن بين السندان والمطرقة، يعني ما بين نقول يا أخي اللي عمل 30 سنة بيعمل 36، وما بين نقول يا أخي أنا الأوان لنوقف مسار 30. فعنا يعني عنا مشكلة، أنا أعترف أنه عنا مشكلة، واثنين منهم شعبيين. دايما التغيير منه كتير، يعني في كتار من المواطنين اللبنانيين بيقولوا لك ضروري هلا لايك الدنيا كيف قايمه وكيف قاعده، بيسوى لبنان يكون عنده رئيس ومين ما كان يكون. ايه بتنقال هلا، بس بعد ست اشهر هاو زيتهم بيقولوا اف هيك بدنا نقضيها برئيس وبيحبطنا زياده عن اللزوم. يعني عندنا مشكله بلبنان، مشكله انا اعترف اننا نقع تحتها وتحت وطأتها. بس أنا بقول لك من الصعب إنه يمر عام 2015 من دون رئيس، بس كمان من الصعب إنه يصير عنا رئيس من هلأ لقبل نص هاي السنة. يعني أنا بشوف إنه عنا شهرين ثلاثة أربعة مؤخر الرئاسة، لأنه في شيء ما استوى بعد. شكرا على هذا. داخليا عم بقول لك أكثر من خارجيا. نعم، شكرا على هذا التوضيح، بشكرك على وقتك الثمين معنا سعادة النائب، ومجددا أطيب الأمنيات لحضرتك. خليكي وإلكم وللإدارة والله معكم. شكرا. كان معنا سعادة النائب أمير رحمي باتصال مباشر من لبنان. ننتقل نحن وياكم سوا لنكون مع الموجز الإخباري. صوت الغد. Number one. Yes, we are. لأي تعليق، سؤال، اقتراح أو أغنية بتحبوا تسمعوها، اتصلوا بسوزان 8120-1010 SMS 191918، وبلشوا الأسماس بكلمة tomorrow number 2 MORO، إيميل susan@sautelghad.com.au.